ومن الحكم في هذه النازلة ظهور الدلائل للمرتابين أن رب العالمين هو المتفرد بتصريف الكون وتدبيره وحده لا شريك له. من الدرة وما هو أصغر منها وما هو أكبر، قال تعالى فعال لما يريد. فهذا الفيروس، فهذا الفيروس لو كان ينتقل من شخص إلى شخص طليقا من مشيئة الله وقدرته وتدبيره لأصاب الناس جميعا أو أصاب الأكثر، ولكنه محكوم، ولكنه محكوم ومقهور ومقهور ومأمور بمشيئة الله تعالى، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء عدلا من الله وفضلا. وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة التوحيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال المحققون، قال المحققون في نفي العدوى هنا لا ينتقل، لا ينتقل المرض من شخص إلى غيره إلا إذا نقله الله بمشيئته إلى غير الأول، ولا ينتقل المرض بطبعه طليقا عن مشيئة الله. ولو شاء الله، ولو شاء الله تعالى عدم انتقال المرض لم ينتقل ولو وقعت المخالطة مع المريض. فالمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من انتقال المرض بطبعه من غير مشيئة الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. والمسلم مأمور بالأخذ بالأسباب الشرعية والتجارب المباحة بعد التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة.